السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دير ما دار جارك. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على واحد العشبة اللي كثر عليها التساؤل من خلال واحد الفيديو ديال الدكتور عماد ميزاب اللي كان طرح فيه مجموعة من الأعشاب ومن ضمنها عشبة تقنيشت. تقنيشت مجموعة من الإخوان المتتبعين قالوا بأن هذه العشبة ما كايناش، كاين اللي قالك ما كايناش، كاين اللي قالك بغيت تعرف عليها. واليوم إن شاء الله إحنا غادي نديرو الفيديو باش نشرحه لكم الأصل ديال هذه العشبة. هذه العشبة هذه كتسمى باللغة الفرنسية بيغيتر دافريك، كتسمى بيغيتر دافريك، بيغيتر دافريك، وكتسمى كذلك باللغة العربية كتسمى عاقر قرحة، عاقر قرحة، وكاين اللي كيسميها كذلك القنيطة، القنيطة، وكتسمى كذلك باللغة اللاتينية. انا غادي نكتبها لكم، انا سي كلوس بي ري تروم، ده هو الاسم ديالها، الاسم ديالها باللغه الفرنسيه اللي قلنا بيغيتر دافريك، وباللغه اللاتينيه كتسمى انا سي كلوس بي تروم، هذا الاسم العلمي ديالها، وكتسمى باللغه العربيه، هو الاسم ديالها. غريب شيئا ما، ولكن عندما نديرو، اذا هذه هي تقديش، هي هذه عاقر قرحة. غادي نمرر الان باش نوري لكم الصور ديالها، الصور ديال هاد تقديش باش تعرفوها. فهي عبارة عن زهور كتكون تعطي واحد الزهور، كيكون فيها واحد العرق ديالها ولا الغصن ديالها ديال هاد النبتة، هو اللي كيتستعمل في الأعشاب، وكذلك الزهور كذلك كتستعمل في الأعشاب. إذا هذه هي الصور ديالها كما كتشاهدوا، هي دي هي الصورة ديالها بيغيتر دافريك، هو هذا كتعطينا هاد الزهور هادو كما كتشاهدوا. كاين هاد الزيت ديالها، ولكن هاد الزيت نادر كيكون غالي بزاف، بالتالي ما تحاولوش تبحثوا على الزيت. كما كتشاهدوا بيغيتر دافريك لي راسين، هادو الجذور ديالها، هذا بودغ، هذا المسحوق ديالها، ولكن لا انصحكم بشراء المسحوق، المسحوق يقدر يكون مغشوش، من الاحسن تاخذوا النبتة. هذه النبتة راه متواجدة، كي مشيتو عند شي عشاب ما عرفاش نوريه التصاور، انا عطيتكم الاسم العلمي ديالها والاسم باللغه الفرنسيه والعربيه، ووريه غير الصور غادي يعرفها. كاين شي عشاب ما تقدر تكون عنده في المحل ولكن ما يعرفش الاسم ديالها. اذا هذه هي تقنديش كما كتشاهدوا، راسين دو بيغيتر ماروكا، فهي معروف حتى لي راسين ديال هادو راه معروفين، معروف في المغرب، يعني هاد العشبة هادي راه معروفة كاينة في المغرب وموجودة، وكتكون مغربية 100%. نتمنى نكون اني فدتكم في هاد الفيديو هادو. ما تنساوش الاشتراك والقناة، وإلا عندكم اي سؤال حطوه في الرابط. إلا عندكم شي وصفة ما عرفتوش، شي عشو ما عرفتوهمش او مكونات، ممكن انكم تحطوا ليا السؤال ديالكم في الوصف في التعليق. كنشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء، ابقوا دائما متابعين للقناة دير ما دار جارك، وإلى اللقاء.